قبل ما نتكلم عن المباراة تعالوا نعرف بس الكواليس بتاعت فريقنا وبعثتنا في تونس مع الزميل كريم أحمد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كل التحية ليك كابتن أيمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. يعني نقول على بركة الله بإذن الله النهارده يا رب النادي الأهلي بإذن الله يكون موفق ويكون يومه يعود النادي الأهلي بثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا كالعادة في الرحلة الكبيرة والصعبة جدا في عودة الأميرة السمراء من جديد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. تحدي جديد ومباراة صعبة جدا كالعادة، طبعا المنافس مميز ويمكن عنده استقرار بشكل كبير زي ما احنا عارفين، قاعدة الجماهيرية متواجدين، لكن النادي الأهلي تركيزته ورغبته الكبيرة اللي شايفينها من أول يوم في التدريبات في المباريات الودية في التجمعات مع فريق النادي الأهلي في فندق الإقامة، يعني إن شاء الله بإذن الله مردود هيكون كبير جدا جدا في شوط أول هنا في تونس وشوط أيضا تاني إن شاء الله في القاهرة. ترتيبات كانت مميزة من مستر مارسيل كولر الجهاز الفني بالكامل، التحضيرات الخاصة طبعا بالمباريات الأخيرة للاتحاد المنستيري، الهايلايتس اللعيبة كلها بيكون في وجبات وبيكون في بعض الفقرات وبعض الهايلايتس اللعيبه بتركز عليها بشكل كبير. تدريبات الحقيقه كابتن ايمن يعني الجديه الكبيره والروح الكبيره جدا والحفاظ على البعض، يعني ده كان امر مهم جدا، الكل عايز يكون ليه دور والكل عايز يكون ليه مكان في التشكيله الاساسيه لكن الكل بيحافظ على بعضه. يعني الاول مره نكون متواجدين، ما فيش يمكن اصابات كثيره جدا زي كل المباريات لكن الكل بيحافظ، الكل عارف اهميه المباراه، الكل عارف ان الانطلاقه دي هتكون رساله لكل الفرق المشاركه في هذه البطوله. مباراتين طبعا انت عارف، المباراه الاولى زي ما قلنا في تونس والمباراه الثانيه في القاهره، لكن ان شاء الله بإذن الله الجدية الكبيرة الإصرار الشخصية الروح لعيبة النادي الأهلي وقلبها إن شاء الله يكون حاضر في 90 دقيقة بإذن الله إن شاء الله يكون من نصيب النادي الأهلي. الحالة المعنوية مرتفعة جدا يا كابتن أيمن، حالة التركيز كبيرة جدا، اللاعبين الكبار الحقيقة كباتن فريق النادي الأهلي عاملين دور كبير جدا كالعادة، الكل بيتكلم الكل بيلم الفريق، بعد الغداء تلاقي أحاديث بعد الفطار الكل مع لعيبة النادي الأهلي، فده يمكن إشارة كبيرة جدا على مدى التركيز. الانطلاقة ما بتكون مميزة بتدي رسالة جدا للجميع إن النادي الأهلي قادم في كل البطولات وليس البطولة الأفريقية. أيضا كمان انطلاقة أولى للمدير الفني والجهاز الفني بالكامل بقياده مستر كولر اللي بيتمنى له كل التوفيق النهارده كالعاده، يكون موفق في القياده الفنيه في اختياراته في الاداره الفنيه في 90 دقيقه من خارج الخطوط، تغييراته ايضا كمان على مدى المباراه، كل الامور دي ان شاء الله يكون يعني باللغه بتاعتنا يكون مذاكر بشكل كبير جدا الخصم، يكون ايضا كمان قدر ان هو يحط ايده على كل لعيبه النادي الاهلي هيقدر يوظف مين، هل ممكن نشوف حد من لعيبه النادي الاهلي موظف في مكان مش معتادين عليه. المباراه ليها ظروفها انت عارف يا كابتن ايمن، يمكن الراجل محضر بشكل كبير جدا مع ياسين المكاري محلل الاداء اللي اشتغل خلال الايام الماضيه على عدد من المباريات ويمكن كمان كان ليه دور كبير جدا ايضا كمان في الحاله اللي احنا بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي في بعض الامور الخاصه بالفنيات بعض الامور الخاصه بالمهارات. فيا رب ان شاء الله باذن الله المجهود اللي بذل مع لعيبه النادي الاهلي من القاهره حتى هذه اللحظه باذن الله يكون في صالح النادي الاهلي ويكون المناخ والطقس والظروف ان شاء الله معانا. يعني خلاص اقدر اقول لك الحظات بسيطه جدا ونتوجه الى الملعب الاولمبي مصطفى بن جنات ليستقبل مباراه اليوم، منتظرين جمهور النادي الاهلي، خلاص يمكن تم التاكيد على ان يكون متواجد 8000 مشجع لكن الزياده موجوده كالعاده طبعا في كل المباريات اللي بتكون خارج القاهره، جمهورنا منتظرينه، يمكن الناس بتقول العدد 200 لكن احنا بنامل ان شاء الله باذن الله يعني الجانب التونسي في خلال الساعات القادمه يتم السماح شويه لجمهور النادي الاهلي عشان تكون ايضا كمان جمهور المنستيري في مباراه القاهره يكون متواجد بكثافه، وتوفيق ربنا ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي. المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه هيكون طبعا مستر كولر بياكد على النقاط والثغرات والتشكيل وازاي الجيم هيقسم الجيم ازاي دخولنا في المباراه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تحضيرها كان جيد جدا لكن مستنيين تطبيقها على ارض الواقع في الشوط الاول زي ما بناكد هنا في تونس. كالعاده كابتن ايمن طبعا هنكون مستمرين معاك من ملعب المباراه ننقل لك للاجواء وننقل كل جمهور النادي الاهلي الحضور واللي طبعا ارضيه الملعب يمكن اتكلمنا عليها تقيله شويه ارضيه الملعب كابتن ايمن، يعني نجيلي عاليه شويه حتى هتبان في التصوير على مدار المباراه في تقل شويه في النجيله لكن ان شاء الله لعبتنا تكون تاقلمت على هذا الامر من خلال التدريب الاخير اللي يمكن مستر مارسيل كولر لف في كل الملعب مع لعيبه النادي الاهلي عشان يشوف ايه اللي ممكن، طبعا يكون في مطبات يكون في حاجه لكن الشكل الظاهري للملعب تقدر تقول ملعب جيد جدا، لكن انت عارف اما بتنزل على الملعب وبتشوفه بتدوس عليه بتبان طبعا هذه الامور، لكن زي ما بقول مهما كانت التحديات الظروف اي حاجه بتواجه النادي الاهلي من صعوبات نقدر ان شاء الله نتغلب عليها بشخصيه وروح النادي الاهلي ودعم جمهور النادي الاهلي ودعواته اللي املنا كبير جدا في ان هو يكون متواجد، العدد قليل العدد كبير جمهور النادي الاهلي متواجد بيوصل لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نكون موفقين وتعدي 90 دقيقه الاولى بنتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله يكون لنا تحضيرات كثيره جدا في مباراه العوده. هنكون معاك يا كابتن ايمن لحظه بلحظه من طبعا فندق الاقامه هنا في سوسه حتى ملعب المباراه ملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير.
شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، والحمد لله الاجواء مطمئنه.